السلام عليكم. عندنا في هذه الحفرة قطعة من الستيل أو القصدير عفوا موجودة في هذا المكان. وعندنا مررنا هذا الجهاز من فوق القصدير، راح طبعا هذا الجهاز يكتشفه ويعطيني إنه معدن ثمين. والآن شغلنا جهاز الكيوزد 80، طبعا حطيته أنا الآن على وضع واحد، نمط واحد. طبعا هذا نمط واحد هو أفضل نمط للكشف عن الشذرات من الذهب الخام الطبيعي. طبعا هذا الفيديو كله خاص للناس اللي تدور على الذهب الخام. طبعا النمط واحد أستطيع أني أقفل باقي المعادن لكن بطريقة مختلفة عن النمط صفر. لا، لو مررت الجهاز من عند هذا المعدن راح الجهاز يكتشفه، لكن لاحظوا بأرقام معينة وصوت معين. لكن لو رحت الآن على قطعة من الذهب الخام الطبيعي، الآن راح نبينها على الشاشة طبعا، الأرقام بالستينات مثل ما شايفين والصوت مختلف تماما. لو رجعنا على هذا المعدن الصوت جدا مختلف، والأرقام بعض المرات ما تظهر، وإذا ظهرت فهي مختلفة جدا عن الذهب. الآن شغلت الجهاز وخليته على نمط صفر اللي هو النمط الثاني من البحث عن الذهب الخام الطبيعي. لو رحت وحطيت الجهاز على هذا القطع نفسه اللي هي القصديرة موجودة عندي بهالمكان، الجهاز ما راح يشوفه أبدا. لاحظوا ما في أي إشارة. لو رحنا على الذهب نفسه الموجود عندي يعطيني نفس الإشارة بالستينات، ويعطيني هذا إشارة على الشاشة. راح أشغل طبعا الآن جهاز الكيوزد 80. بعد ذلك طبعا راح أختار على طول جهاز، راح أختار عفوا نمط اللي هو الكشف عن الذهب الخام الطبيعي. هذا النمط طبعا انا الان مخليه على افضل وضع واعلى وضع الحساسيه. جهاز ساكت، عندي هذا القطعه من الذهب الخام. وبدانا نمرر الحساسيه من هذا المكان. كل ما قربنا اكيد الاشارة اقوى. والان شغلت الجهاز الثاني وحطيته على هذه الوضعية، افضل وضع للحساسية للاشارة. بدأنا بتحريك، يستطيع طبعا انه يقرأ هذه القطعة طبعا بكل سهولة، لكن المسافة الى هذا المسافة من هذا المكان ما في عندي اي شيء. من هذا المسافة يشوفها، طبعا كل ما قربناها أكيد الإشارة أقوى. من هذا المكان يبدأ يعطي إشارة. وضعت قطعة من الذهب ضمن هذه الحفرة، شغلت الجهاز طبعا الجهاز راح يقرأها حتى أني ألمس تقريبا الصحن إلى التراب، وايضا ما يعطيني على الشاشة نوعية المعدن المكتشف لان الاشارة ضعيفة جدا. بل حتى لو انا غيرت في هذه الوضعية او في اي وضعية، في هذه الوضعية طبعا الجهاز ما يستقر، انتم عارفين هذا الشيء، ما يستقر ابدا، يعطي على اي شيء. لكن لو غيرت حين استقرار الآن شغلت الكيوزيت 80 طبعا على نفس القطعة ونفس الحفرة، إشارة قوية جدا. حتى لو رفعت الجهاز أبعد عن الحفرة أو بداية الحفرة من 6 إلى 7 سنتي راح يقرأها. إشارة ثابتة، لاحظوا إشارة الذهب، صوت الذهب ثابت ما يتغير أبدا.
وهذا ما يميز الجهاز صراحةً.